نحن متظاهري بابل ومتظاهري العراق جميعا نشكر جميع فضائية بالعراق تنقل الحدث من ساحة التظاهر وتنقل الواقع من أي متظاهر شريف طالع للساحة. احنا صارنا من 2010 نتظاهر، 2014 تظاهرنا لحد الآن. أنا من ناشطي بابل، احنا نقول لكم يا حكومة الدستور من حطيتوه ما حطيتوه وفصلتوه بس على مودكم، حطيتوه بفقرات للشعب، انطوا للشعب خلي يقرأ وغيروا في فقرات الدستور. نريد حصتنا فقرة من الفقرات تعطونا إياها، حصتنا من النفط والغاز وزعوها على البطاقة التموينية حتى الفقير يستفاد. الحكومة انتم اجيتم من وراء الحدود لسرقة البلد، لنهب البلد، لتفجير الناس، للطائفية، اجيتوا لا بنى تحتية، لا خدمات، لا قوانين، لا مشاريع، كلها عطلتوها. اجتكم اوامر، سديتوا المعامل، سديتوا المصانع، خربت البلد، دمرتوا الناس، ربع الشعب بالخارج مهجر ومهاجر، وربع بالسجون، وربع بالقبور، وربع ايتام وارامل ومطلقات ويستجدون تحت الجسور. عيب عليكم، استحوا. من اي حكومه شيعيه اجتنا من 2003 لحد الان انتم سارقين، الاحزاب ما نريدها، انتم تطول قوانين تقشمرون علينا، برلمان ما نريد، احنا نريد نظام رئاسي يخدم هذا البلد. احنا ما تهمنا الحكومه المحليه، اهم شيء الحكومه المركزيه، لانكم باطل فصلت الدستور، اخذت القوانين، اخذت المحاصصه، وزعت الوزارات على قدكم. عيب عليكم، استحوا. المواطن نريد التامين الصحي، نريد التامين الاجتماعي، نريد زياده الحصه التموينيه لانها ثلاث مفردات بس. عيب عليكم، استحوا والله العظيم ما تستحون. نريد قانون العفو، قانون العفو طيتوه مبتور، طلعتوا بس جماعتكم. نريد يبقى الارهاب ومختلسي اموال الدوله والباقي كلها تطلع، لان اكو ناس مظلومه بالسجون. عيب عليكم والله العظيم باطل. هاي الشباب كلها تعبانه، احنا عندنا 10,000 مصنع بالعراق مسدود، شكو حديد، شكو سكراب، شكو جسمه، كله قاعدين نقل الشمال، وذول الشباب قاعدين. عندنا 975,000 اجنبي يشتغلون بالعراق، البنغلاديش والايراني والهندي، وذولا قاعدين كاتلهم الهبري. اتحدى اي شاب هسه، ذولا الشباب اذا عنده 5,000 بجيبه زين ولا لا؟ والله العظيم تعبانين. زين الرسوم سووها على العالم، هذا مدير مرور بنسوي الرسوم على العالم، يعني ما فكر بيها؟ يعني والله العظيم تعبت العالم. ايران الله بلانا بيها بلوه، ما يصير هذا الحكي والله العظيم بلوه. خليني اكمل شويه، خلنا افوق قلبي، وهاي العالم اتدمرت تعبت. يعني شاب يطلع للمصدر ويرجع، يعني الشاب متأذي. شنو عادل عبد المهدي؟ شنو عادل عبد المهدي؟ عادل عبد المهدي يا اللي يحكي عادل عبد المهدي، عمي اكو حكومه غير حكومه العراق قاعد تحكم العراق. هم من حطوا الدستور وهم حضره جنابهم قاعدين يقرون بالدستور، الشعب ما قرا الدستور اول شيء، ومن جاب عادل عبد المهدي ومن انتخبه هم يتحملون المسؤوليه. كل ما هاي مخلين العالم حد عدي ايديهم، لان العالم تعبت، الناس تعبت، خريجين هواي، لان الناس لجأت من وراهم الغير دول، من وراء هاي الحكومه، لان حطموا الناس، حطموا الشباب، ناس عمرها 60 سنه و 50 سنه رواتب ما شافت ابد باعمارها. يعني هسه هاي الكويت هالقد دوتها احسن من عندنا، يعني بقد محافظه بابل كل الدول تروح هناك يظلون، لان صافين على شنو؟ على فلوس العراق، لان دول حشا كلها فقور، بس هم عايشين بمن؟ بافضل العراق وبفلوس العراق، لان يا اهل يجي لهالبلد هذا يريد ياخذ بس، يريد ترجيبه ويطلع، ماكو هيك. يعني احنا من 2003 لحد الان يا اهل يجي يترجيبه، يا اهل يجي يريد ياخذ له يسوي له حزب. عمي كافي، العالم تعبت، العالم ملت من 2003 ولسه. العراق بلد حضارات وبلد السومريين والبابليين وكل الحضارات به. العراق دولة غنية، العراق بلد العلماء وبلد القوى الوطنية الشريفة اللي ناضلت من أجل العراق لبنائه وازدهاره. فأقول آخ يا بلادي، آخ يا بلادي، ألا تسمعون صرخة الطفل الصغير؟ ألا تسمعون صرخة الرجل الكبير؟ ألا يكفيكم ما سببتموه من دمار وخراب؟ ألا يكفيكم الدم الذي سالك الأنهار؟ ليتكم تتذكرون ميلاد الوطن من جديد. وشكرا.
سمعنا بالاخبار صار انفجار بالتحرير قبل يوم يعني بالليل. احنا الساعه ب 12 الظهر ان شاء الله 12 ونص وصلنا التحرير بفضل الله واهل البيت الحمد لله وشكر. بس اكو هنا صارت مشكله بالطريق ويانا حاملين العلم العراقي الله يشهد على كل كلمه احكيها بالسيطره اللي هي صايره بالحصوه سيطره بالحصوه ساعه موقفين لو اجراء يعني قانوني امني احنا نمتثل ليش؟ لان احنا ناس سلميين ما رافعين فقط العلم العراقي الله شاهد خلونا ننزل الاعلام ودخلنا بحجه رايحين دعم الى سامراء للمجاهدين الله يشهد على كلامي وهاي رساله ردنا نوصلها اللي سووا هاي القنابل الصوتيه ردنا هناك نشد من عزم اخواننا المتظاهرين في ساحه التحرير والمرابطين في جبل احد واحنا ان شاء الله معهم قلبا وقالبا من محافظة بابل نقول لكم كل محافظة بابل مع أخواننا المرابطين في ساحة التحرير أوجه رسالتي للحكومة الفاسدة أقول لهم إلى متى باقين إلى متى صار لنا 25 يوم هنا من 25 أكتوبر لهذا اليوم والله لو سويتوا إبادة جماعية بالشعب العراقي هم سيأتون لكم اللاجئين بالدول الخارجية وسيقيلوكم من الحكومة الدخانيات مالتكم ما تفيد مثل دموع شنو اضرب كيمياوي اضرب كيمياوي سوي اباده جماعيه ما نرجع رجعه شنو كانت عندنا مطالب مشروعه مطالبنا اصلاحات هاي بالبدايه اول ما نزلنا هسه المطالب اللغت اي مطالب ما عندنا صارت مطالبنا اقاله الحكومه شلع قلع اطينا دماء اطينا جرحى انا صوبت بساحه التحرير 13 هاي كسر برجلي كسر بيدي خاسرتي ومن 25 من 25 اكتوبر لهذا اليوم انا بساحه التحرير احكي نيابه عن اهل بابل اطلعوا كافي ملينا وكرار العبادي كرار العبادي اللي صدر امر قبض بحقه يجب على الجهات الامنيه لمحافظه بابل ستلقى القبض عليه فورا وستقدمه للمحكمه استئناف بابل. انا اوجه كلمتي للاحزاب واعضاء البرلمان واعضاء مجالس المحافظات واصحاب الدرجات الخاصه ما كفاكم دماء الشهداء مال الانتحاريه ما كفاكم شهداء اللي استشهدت بالسيارات المفخخة ما كفاكم تآمرتوا على العراق بال 2014 وجبتوا الدواعش وشفتوا العراق ما كفاكم هذا أيها البرلمانيين أيها الأحزاب أيها مجالس المحافظات عم كفونا شركم نمشي عليكم الحسين نمشي عليكم قمر بني هاشم عمي أتعبت الشعب وذليت الشعب وخليت الشعب يجدي كفى 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 مشي عليكم الحسين هسه هاي المجموعه هاي المتظاهرات كلها كل شيء ما تريد تريد توخر هالحكومه الاحزاب كلت فلوس العراق يعني هسه الحكومه حتى ما تقدر تطلع قامشتها الاحزاب اقعد لا تقوم لا هذا احنا شنو ذنبنا هسه قاعدين هنا يعني ما عندنا يعني ذنب هاي كلها ما عندها ذنب يعني شنو شباب عاطله يعني بشرفك عاليا نصيف مليارين ببيتها وانا 100,000 ما عندي هاي شوف خلنا اقول لك شغله هسه من صبت موقف كلام الله تبرعت ما عندي غير هذا الالف وربع شوفه تبرعت بالف وبقى الف وربع لا الله ولا الاسلام ولا كل واحد يرضاها ما حد يرضاها عمي يعني دوله هيك ما تستحي ماكو صدام حسين ما سوى سوايتهم كلام الله 3 أشهر قطع علينا الوجبه تدري ايش قد الطانه؟ كل واحد اعطاه تشيس قال له هذا تشيس طحين كلبي هاكم هذا دجاج ها 40 شكل بالوجبه ما عندنا هسه يعني اربعه 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 وجبات اجيب التمن ياخذ ابو الوجبه 1000 اجيب الشكل ياخذ 1000 شنو هاي؟ سلابه والحسين سلابه المرور يقول له السدار قال له هسه بس دقيقه قال له روح 50,000 اولا احنا مطلبنا مطلب واحد اولا قالت هذه الحكومه الفاسده هي واحزابها شلع قلع ما نريد نظام برلماني بعد ولا نريد اصلاحات ترقيعيه يعني نجيب وزير التجاره مكان وزير النفط احنا ما نريد هالاشكالات هاي كلها من 2003 شكو برلماني مشارك بهاي الحكومه ما نريد بعد هذا الشعب طلع يريد هو حكومه يختار من عنده ما نريد يعني يوميا واحد طلع على متعين يطالب احنا مطلبنا واحد الحكومة تنشال شلع قلع ما اريد اي واحد منهم او كل الاحزاب فاسدة او هسه انا دا اشوف مثلا رئيس الوزراء يطالب يقول انا يا جهة تفاوض وياها
وانا اريد واحد يتفاوض وياه او شيء، قل له عمي اطلع انت واحنا نتفاوض كشعب بيناتنا، احنا نختار اللي يمثلنا. من 2003 لحد الان لاكو شارع، لاكو خدمات، لاكو مجاري، كلها صفر. واحنا كشعب بابلي مساندين اخوتنا المتظاهرين بساحه التحرير ومن هاي نطلقها، احنا بالنسبه لنا ما نرجع لبيوتنا لو بتوابيت، اذا ما نرجع الوطن إلنا. طالعين على مود تغيير الدستور هاي اولا، ثانيا تغيير الحكم كله شلع قلع، ثالثا لتضويف ذولا اهل الجوامع، اهل الجامعات والجامعات واهل الشهادات العليا، هذول الجيل الصاعد، لان اهم من عندنا، لان احنا مثل ما يقول قضى عمرنا، احنا طالعين من اجلهم. ونريدكم يا دولتنا، ما اريد ما نقول يا دولتنا، نقولكم يا زلم ما ادري شلون، ما اريد ايش اريد اقول، اقول لكم هذول اولادكم مثل ما درسوا وتعبوا وقدروا موقفهم تعبهم شهادتهم بقد عمرهم واكبر من عمرهم، هاي وحده. ثانيا احنا هضيم علينا وعيب علينا عراقيين اهل غيره واهل همه وعزيمه، احنا عيب علينا نستورد مثل ما يقول اللبن، نستورد الموطه نستورد، وين راح معمل الالبان مال السماوه، وين راح معمل الالبان مال ابو غريب؟ احنا اهل الغيره واهل 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 النخوه العربيه، احنا اهل الغيره واهل النخوه العربيه، احنا اهل الاثار، اهل بابل، ما يجي مثلنا. عندنا اثنين نهرين، دجله وبابل، دجله والفرات، والشعب كل هذا ناهض على مود تغيير الدستور والحكومه باجملها. 14 واحد لموا العراق، كلمة يا عراق لمو كلمة واحدة، وانتم متعاركين على الكراسي وعلى الحصص، والله عيب عليكم، والله ما تستحقون. دي كلمة لعادل عبد المهدي، أريد أقول له كافي ترى، 30 مليون مواطن طالع ما يريدك، يا أخي أنت ما عندك كرامة، لا باستقالتي بجيبه ولا باستقالتي، يا أخي انزع شاكيتك، يا أخي ذب استقالتك يا أخي، وأنا أحفظ الحلوى البقية، كافي يا أخي ما نريدك، ما تشوف الظلم، ظلم والله كافي لك، شباب أكثر الشباب ياكلون من الزباين، عايش على الزباين، ليش؟ مو حرام؟ عنده ولا صديقه بالكويت دقت الباب عليه زوجته حامل، قال له شنو الموضوع؟ قال له زوجتك حامل، قال له مين صحيح عمره؟ قال جاب طفل ببطنها، قالت 8 اشهر، قالت 8 اشهر من هسه لراتب، بعد بطن امه 8 اشهر الا راتب، واحنا نام يجي يا اما يبيع كلينس يا اما يبيع حبوب يا اما يقدي، اكو غيرها؟ مو كافي والله ملينا، ذب استقالتك. بابل في تظاهراتهم السلميه اليوميه للاسبوع السابع على التوالي، تظاهرات عميقة وكبيرة تشهد كل أطياف الشعب العراقي فقيرها وغنيها. نقول لهذه الساعات شكرا لك لأنك جمعت العراقيين على كلمة واحدة إلا وهي هؤلاء الشباب يقولون الوطن. ما هو الوطن؟ الوطن المقومات الحقيقية السمحاء للحياة، مقومات الإنسانية. نقول في هذه التظاهرات سنبعث رسائل للعالم إن العراقيين أرسلوا صورة السلم والسلام، الأمن والأمان، قوتهم وشيعتهم وسنتهم ومسيحهم وإيزيديهم، بعثوا عن تاريخهم ووضعوا الحدود الكبيرة لتحقيق بلد آمن، وطن بعيد عن المحاصصة، بعيد عن القتل، بعيد عن الفساد، بعيد عن سرقة الأموال. نقول لكم أنتم لم يبقى منكم شيء، أزالكم الشعب وفقدت شرعيتكم وانتهت بيننا وبينكم عقد، العقد قد انتهى منذ 1 أكتوبر ولن يبقى لكم ذكر في أي توجه. نقف إجلالا وإكبارا لأرواح الشهداء الذين سقطوا في ساحة التظاهر، والذين رفعوا اسم العراق عاليا ورجعوا هيبة العراق، كما أثني على الشباب الثائر في جميع المحافظات العراقية، وأناشد الشعب العراقي من هذا المكان أن يقف موقف تاريخي بمساندة المتظاهرين ومؤازرتهم بحقوقهم المشروعة، لأنه موقف تاريخي وسوف إن شاء الله يشهد لهم التاريخ بذلك. مطالب العراقيين كلها يعني كلها مشروعة، وكل مطالب الشباب والمتظاهرين والعراقيين كلها مشروعة والصف في مصلحة الشعب والعراق. رأيك
رايك الاصلاحات اللي قدمتها الحكومه؟ والله بالوقت الحاضر المتظاهرين ما يقتنعون بهاي الاصلاحات، لان الوعود كلها مماطله ولا بها اي، يعني ما على ارض الواقع ما نشوف اي شيء. لا وجود لحكومه بعد هذا اليوم، لا وجود الى الفصائل المسلحه والميليشيات الوقحه التي عاثت بالارض فسادا، الاحزاب الذين تقاسموا الكعكه مثل ما بعض تصريحاتهم لاعضاء النواب، الجميع يحدث عن حيتان فساد، فلا نقبل باي اصلاحات ترقيعيه، والفاسد لا يكون جزءا من الاصلاح. اليوم الكلمه كلمه الفصل قالها الشعب وبلا تمثيل، وحتى لو تحققت المطالب التي أرادها الشعب هم يجب أن يرحلوا، لأن هذه المطالب معلومة لديهم قبل سنوات. الشعب أعطى إنذار وتحذير وإشارات إلى الحكومة منذ بداية رحيل النظام السابق وإلى الآن، لكن دون جدوى. هذه المطالب التي يسعون إلى الترقيع بتحقيقها هي فاشلة 100%. السلام عليكم.
دماء، 350 شهيد بالقضية. فكل واحد عد ميول تحزبي، عد ميول مذهبي طائفي. احنا طالعين ذايبين بالقضية، نقول لك تذوب ويانا اهلا وسهلا، غيرها ما نسمح لك ابدا ابدا قطعا، ما نسمح لك انه تجي وتحاول تقفز. نريد بلد المنظومة الحاكمة من رئيس جمهورية الى اقل موظف في الدولة، والاغلب الاعم من هاي الناس. اطلعنا قربة لوجه الله تعالى ولنصرة الشعب العراقي المظلوم وعوالي الشهداء. ارشدكم ارجعوا الى عقلكم، لا تاخذون الاسلوب الفاسد. الآخرين بعد ما نكمل دراسة هم ماكو تعيين، نص الخريجين ما متعينين. أريد أقدم هذا الشعر للشاعر سجاد الغريب. معذور يا موطني حتى بنشيدك حزن، ما ردنا منك خبز لا ردنا منك حلم، بس ردنا منك وطن. مبروك يا موطني، مبروك يا موطني، بيك اليتامى غفل. معذور شفك بطل صار التقاطع حضن. رد تسألك موطني أهل الكراسي، عروفي قربولك من الجذير. بيكم بيكم خرارة دمع، اضحك علي بعذر. بجروحك اشقد إلي وغنيت لك موطني، وبقاعك اشقد غرب استشهد وانصل بقلب بدر الوطن. يمتى تحس موطني مو دمنا شقة وبظرف وهدومنا مرقعة بللها صوت القصف. يمتى تحس موطني وتلبس قلايد فرح وتندار بيك الشمس تعميل عين الحين.
الحسن عذرا سيد العراق، فلو كنت رجلا لمزقت قميصك من العتاب. هين عليك هين عليك، ولدك طايح بدار ليلك ولا لمضت فوانيسك. يمتى تهزك الشيبة، يمتى تهزك الشيبة وترجعنا طاح وترجع محابيسك. يمتى تهزك الشيبة وترجعنا طاح وترجع محابيسك. اليوم من الصباح هنا.